منذ فترة طويلة والقوات التركية متوغلة في الأراضي العراقية منذ زمن حكومة السيد العبادي، وبالتالي يعني بعد ذلك جاء السيد عادل عبد المهدي وزادت الانتهاكات والخروقات التركية، واليوم في عهد السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة هناك تكررت الانتهاكات فترة ضد المدنيين، وفترة الأخيرة عندما قاموا بضرب عجلة تحمل بعض القادة العسكريين التابعين للحدود أدى إلى استشهادهم. طبعا هو عدوان عسكري سافر وواضح، بل هو احتلال. اليوم عندما تمكث تركيا أكثر من سنة في أراضي عراقية دخلت ولم تنسحب، هو هذا احتلال واضح لبعض الأراضي العراقية. سيادة النائب بدك تقول احتلال واضح، شنو دوركم في لجنة أمن ودفاع؟ شنو دوركم عندما صدر البيان بطلب رئيس لجنة الأمن والدفاع من وزير الدفاع بعدم استقبال وزير الدفاع التركي وإلغاء الزيارة؟ وفعلا عندما وصلت رسالة لجنة الأمن والدفاع للقائد العام للقوات المسلحة أمر من السيد وزير الخارجية بإلغاء هذه الزيارات جميعا المبرمجة في الوصول إلى العراق. كذلك طلبت لجنة الأمن والدفاع بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لغرض اتخاذ قرار وطني ودعم الحكومة، لأنه اليوم ليس من المعقول يبقى مجلس النواب بعيدا عن عقد الاجتماعات، والكتل السياسية طلبنا أن يكون موقف سياسي قوي من جميع الكتل، لأن للأسف تركيا مستمرة بعدوانها ومستمرة بالدخول بعمق الأراضي العراقية. وكان ليلة البارحة حتى الأخوة الكرد في إقليم كردستان يعني ردهم ضعيف، لأنه المناطق التي دخلوا لها هي مسيطر عليها سابقا من قبل إقليم كردستان. سيادة النائب، برأيك الحكومة العراقية تكتفي بهذا الرد فقط؟ يعني استنكار ومذكرات شديدة اللهجة فقط هذا حيكون رد الحكومة العراقية، لو أكو غير رد؟ لا، الآن أنتم تعلمون هناك توجه للحكومة العراقية بتشكيل وفود، وفد يذهب للجامعة العربية لغرض عقد جلسة طارئة حتى يكون قرار عربي موحد يدعم العراق، ووفد يذهب إلى الأمم المتحدة وحتى نتحدث دوليا، لأن هذا الخرق بدأ يتكرر. وهو الحقيقة أن يكون كلام الحكومة العراقية أنه احتلال، لأن تركيا اليوم هي احتلت أراضي عراقية ولم تخرج منها وبدأت تتوسع ولديها مخططات بعيدة لهذا الموضوع.